وبما أننا قاعدين ومحكورين وما نقدر نروح مكان ولا نقدر نسوي شيء، فبنسوي نوع ثاني حلو وأيضا بالمقادير المتوفرة. يعني أنا الحين بسوي يعني شيء من الأشياء اللي عندي بالبيت، ما بيروح الجمعية أشتري، فشنو بسوي؟ بسوي معاكم حلو الجود من الموجود الجزء الثاني، بسوي معاكم حلو التوكس. عندي هني كيكة باوند كيك، كيك جاهز بقصه وبحطه بالبايركس، وبعدين بنسوي خلطة من هذه الأشياء وبنصبها على الكيك وبالعافية. شيء سهل وسريع ولذيذ، وأهم شيء ما ياخذ وقت تسوينه، تحطينه بالثلاجة على ما تجهزين قهوتك إلا هو جاهز، يعني بس نص ساعة بالثلاجة يبرد وبالعافية. أول شيء نقص الكيكة باوند كيك شوكولت أو فانيليا، المهم ما يكون شيء بطعم البرتقال أو طعم ما يمشي مع التوكس والكاكاو، فنختار شيء يمشي مع التوكس، كاكاو أو فانيليا. صفيت الكيكة بالبايركس، الحين أشربها حليب، حليب سائل، حليب عادي ولا حليب كاكاو كيفكم. المهم نبي الكيكة كذي ترفة ذايبة، ما نبيها ناشفة. الحين بسوي الخلطة اللي بحطها على الكيك. شوفوا، بحط 2 جيمر الحجم الصغير، هذا أصغر حجم اللي قد الحليب مال الأطفال، عرفتوا؟ وبحط 1 حليب نفس الشيء الحجم الصغير، وبحط 1 كريمة خفق أو كريمة سائلة، أوكي، وبحط تويكس وشوية حليب مكثف محلى، الحليب المكثف المحلى حسب الرغبة، إيش كثر أنت تبين الحلو حالي، تقدرين أصلاً تستغنين عنه وتكتفين بالتويكس بس. شوفوا أنا لأن حجم التوكس اللي عندي صغار فحطيت وايد، أنتوا إذا حجم التوكس عندكم الحجم العادي حطوا 4 توكس يعني 8 أصابع، أوكي. نخلط الخليط الحين، حسيتي وايد ثقيل خففي بحليب، حسيتي أوكي تمام أو حسيتي خفيف زيدي توكس، فهمتوا؟ حسيتي تمام بس حطي على الكيك، يلا أخلطه وأرد لكم. شوفوا شكل الخليط بعد ما ضربته بالخلاط، نحطه الحين نصبه كذي فوق الكيك، طبعا تقدرون تسوونه على بسكوت مو شرط على كيك، بس على كيك احلى. وندخله شويه الفريزر على ما يصك وبس وبالعافيه. سهل ولذيذ جدا، تقدرون تزينونه بتويكس او تحطون مثلا قهوه بس كذي من فوق تغير اللون، قهوه سريعه التحضير يعني، عرفتوا البودر. في اسهل في أبسط، سهل وسريع ولذيذ، يقدرون البنات الصغار يسوونه. يلا دخلوهم المطبخ، بما أنه ما عندنا شغل وقاعدين وفاضيين، دخلوهم المطبخ وخلي بدعو لكم. وأنا أحب الحلو اللي يكون بالمقادير الموجودة، لأن مثلا إذا ما عندي شيء الفلاني أقدر أستبدله، ما عندي مثلا ما عندي كيك أحط بسكوت، ما عندي حليب مكثف محلى أحط شكر، عرفتوا؟ فدايما حطوا بديل، سوي حلو بالأشياء اللي موجودة عندك. يلا دخل الفريزر الحين واسوي قهوتي واستمتع. باي باي. لحظه انا ما قلت لكم شنو زينته، زينته بكاكاو بودر، عاد انتوا بدعوا بالتزيين كل واحده وطريقتها.